جمعت عذرا حماة سامحيانا، قد شقيت أخي الكردي. المشفى محاصر حتى اللحظة من قبل شبيحة الأكراد حزب العمال بيكيكي. المشفى محاصر أحد المتظاهرين عملية ميدانية في أحد الجرحى. جمعة عذرا حماة سامحينا، المشفى محاصر حتى اللحظة، والجرحى يتوافدون إلى المشفى، لكن شبيحة حزب العمال الكردستاني منع المصابين من الدخول إلى المشفى. المشفى محاصر.